إن العقد الليمفاوية تتواجد على طول شبكة الأوعية الليمفاوية الموجودة في جميع أجزاء الجسم، مثل تحت الأبطين، على جانبي العنق، أعلى الفخذ، بالقرب من أعضاء الجسم الداخلية. دي العقد الليمفاوية. البقع باير تنتشر قلنا في الغشاء المخاطي المبطن للجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة، بينما العقد الليمفاوية تتواجد على طول شبكة الأوعية الليمفاوية الموجودة في جميع أجزاء الجسم، مثل تحت الأبطين، على جانبي العنق، أعلى الفخذ، بالقرب من أعضاء الجسم الداخلية. وظيفة العقد الليمفاوية تنقي الليمف من أي مواد ضارة أو ميكروبات أو جراثيم أو حطام خلايا، وتختزن خلايا الدم البيضاء اللي هي الخلايا الليمفاوية التي تساعد في محاربة أي مرض أو عدوى. بينما بقع باير قلنا وظيفتها الكاملة غير معروفة، لكن تلعب دور في الاستجابة المناعية ضد الكائنات. بعد كده عندنا الخلايا الليمفاوية.